ولا رمزي. تعال 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 هنا. انت بتسرق الخواجات يالا ولا ايه؟ ما لسه ما فيش خواجات دولة. مش في خواجة هيشتري يبقى انت بتسرقه يخرب. اقعد اقعد عايزك في حاجة مهمة جدا. قول يا دولة خير. ها دولة ايه؟ ايوه دولة عايز تروح ايه؟ انت مش فاهم يالا. مع السلامة يا رمزي. يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ يخرب بيتك؟ يعني جايب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي اسافر؟ انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى. دولة لا لا دولة انت هتموتني ولا ايه؟ دولة ما يعني هتودي نفسك في 60 ده يا دولة عشان خاطر كلب زي. ايوه انت عرفت نفسك كلب زيك بس انت ياما وريتني. لا يا دولة اللي يعيش يشوف اكتر. دولة انا مش ياما سليتك ولا سلتني ولا هباب. انت كفايه لحد كده بقى عليك. ابوس ايدك يا دولة ابوس ايدك. ابوس ما تسيبنيش يعني اموت واديك نص ثروتي. ثروتك يا معفن ده انت عندك بيجامه هتديني البنطلون بتاعها. انت كفايه عليك قوي بقى لحد كده. مش عايز اموت. لا مش عايز عايز اعيش. مع السلامه يا رمزي. عايز اعيش. خفت يا معلم خفت والله. صح صح. انا ما بخافش ولا حاجه دولة بس يعني انا عايز اروح اغير البنطلون عشان شكله اتبل. يا دي يا عبد يا اهبل. المسدس باين ان هو لعبه وحاطط البتاع اللي تتعمل كده هو يعني ايه اللي مخوفك؟ ده بتاع تريز ده يالا. ايه ده يا رانيا خلفت؟ يا ابني لسه في اول شهر. خلفت امتى يالا؟ ايوه امال عتريس ده مين يا دولة؟ ابن مين يعني؟ ابني برضو. بس انا عارف اما قعدت فكرت مع نفسي كده اهو حسيت برضو ان انا حنيت يالا. حنيت للابوبه. الابوبه؟ دولة هي الابوبه دي يعني غير الانبوبه؟ عشان الانبوبه بس بتاعتنا اتغيرت عايزين نخلصت. لا الانبوبه دي اللي هي الام والاب مع بعض ام بوبه. لكن الابوبه ده اللي هو الاب لوحده يعني اللي هو بيحن بقى ان جاي له ابنه هيربيه وكده. اسره يا على دول. الحمد لله الحمد لله. عارفه يا رمزي لو جه ولد طبعا يعني هتسميه رمزي؟ ده نقتله اخلي امه ما تخلفوش يفضل في بطنها. يا دولة بس انت ايه النرفزه دي يا دولة؟ طب انا هريحك يا عم. انت تدوني ها وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه. ولا تشربه ولا تاكله ولا ليك دعوه بيه. الواد ده يعني اول ما يشد حلو كده هو هيجي ان هو يمسك البازار ومش عايزك بقى خالص يا رمزي. لا انا هستنى لسه لغايه ما يشد حلو يعني عارف هو بيحبي وهو بيحبي كده هو يجي هنا اهو بالمشايه وهو بالمشايه يمسك البازار. يا اهلا وسهلا بيه في ورث ابوه. ورث موتني يا حيوان. همسكه البازار مش هستنى حتى لغايه اما يحبي. هجيب صوره بتاعت السونار دي اخليه هو اللي يمسك البازار هنا. هو عايز حاجه؟ لا دولة مش عايز. يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله يعني كمان 8 شهور. ياه هيبقى عنده كام سنه ساعتها دولة؟ هيبقى عنده 20 سنه يا رمزي وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البازار. في ايه؟ ماشي مفيش مفيش. انا مش هنساها دولة. انا شايفك نص على فكره. تخيل شايفني نص. انا اخليك ما تشوفنيش خالص. يا سلام. ده دولة ده انا عينيا ليك يا رمزي. دولة انا عميد. نقضيها نبطشيات ازاي بقى يا انصح واحد في الجيزه؟ انا هقول لك يا دولة يا ابن عم اسمع. هي تنام طول النهار وهم يصحوا طول الليل او عكس. هي تنام طول الليل وهم يسهروا طول النهار وانت تنام طول الصيف وانت هتترفض طول الشتاء. غور يالا غور يالا كل شويه غور غور. طب اذا كنت انا دلوقتي عمال احل لك مشاكلك كل يوم ليه بقى بتكلمني بالاسلوب الواطي ده؟ اخيرا تعمل شرا تلقن تلقن كان. عارف يالا انت لو مش ابن عمي وان عم الله يرحمه مضين عليك قبل ما يموت كنت اعمل فيك ايه؟ كنت تعمل ايه يعني يا دولة؟ عموما ما كنتش اعمل فيك اكتر من اللي معمول فيك دلوقتي يا رمزي. انا المشكله دلوقتي مش عندي، المشكله عند رانيا مراتي. ايه مالها؟ خير بعد الشر؟ لا قدر الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم يلا قوم يلا غور جاز. خد 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 تعالى هنا. خد تعالى بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. لا قلت. قلت كده؟ اه ماشي اتكل على الله. الحق دول. ايه يالا في ايه؟ في ست زي القمر بره شبه حماتك بالظبط. اه يبقى بنتها قالت لها. اهلا 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 يا عادل ازيك؟ اهلا وسهلا اتفضل. مش قلت لك شبه حماتك بالظبط؟ بصراحه يا عادل انا خايفه اكون جيت لك في وقت غير مناسب. اديكي جيتي بقى وخلاص. ازيك يا نجلاء؟ اهلا. ايه اهلا ايه البواخه دي؟ الحق دول الحق دول الحق دول.
عايز ايه؟ في زبون اجنبي بره. طب ما تشوف يا ابني عايز ايه؟ ما انا عمال اقول له ماني ماني ما بيدينيش حاجه. انت بتقول له ماني من غير ما تعرف هو عايز ايه اصلا؟ ما هو ما بيعرفش يتكلم عربي. اه لا 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 غلطان طبعا، غبي ما بيعرفش عربي، ما اتكلمه انجليزي. يلا ما انا ما بعرفش اتكلم انجليزي، ما انت عارف يا دوله. اصل انا حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي بعرفها يس وماني. حضرتك تشربي شاي؟ نو. طب سكرك ايه؟ انا قالت لك نو يعني لا، هو اصلا ما بيعرفش غير يس وما انا فاهمه. يلا تعالى. وبعدين بقى هفتحه في الموضوع ده ازاي؟ والله انا مش عارفه انت ايه اللي مخليكي مكسوفه قوي كده يا ماما. هو انت نسيتي ان انت اللي فرشلهم الشقه اللي هم عايشين فيها دلوقتي؟ يعني لولاك انت كان زمانهم نايمين على البلاط. معاكي حق يا بنت، وبعدين البيت بيت بنتنا وعفشنا، وبعدين احنا البيت بتاعنا بتاخد وتحط تحت الحراسه، وبعدين احنا هنقوله ان احنا جايين نقعد عندك اسبوع، واسبوع يجر اسبوع لحد بقى ما يتعود على وجودنا وياخد على كده. الله يرحمك يا عبد العظيم، الله يرحمك، بهدلتنا وشرطتنا وحوجتنا لعرة الناس. انت بتتكلمي عن بابا؟ الله يرحمه مطرح ما هو راح. انت بابا تتنيلي ايه هنا؟ ما تروحي تتنيلي استنيني في التاكس لحد ما اخد النيله عشان نحاسب النيله اللي واقف بره. شكلنا كده داخلين على ايام هباب. هباب انت اتجننتي؟ ازاي ترفضي الالفاظات دي يا بنت؟ اتفضلي. لوك حضرتك اهو 20 باوندز. This one taking 30 باوندز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا حماتي. وعملتوا ايه بقى في موضوع الديون بقى اللي عليكم دي؟ انا ما اقصدش اسال ولا حاجه، انا قلت بس يعني املى بالكلام يعني بدل ما احنا قاعدين ساكتين كده. بس انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. يبقى اكيد رانيا قالت لحضرتك بقى على الموضوع ده، بس هي صراحه يعني معاها حق، يعني امي واختي غلط قوي ان هم يبقوا قاعدين معانا طول الوقت في البيت كده. لا لا يا عادل يا حبيبي، دول برضو اهلك وعيلتك ولازم تراعيهم وتاخد بالك منهم. ايوه بس برضو حضرتك يعني يا حماتي بيتدخلوا في كل حاجه، انا اهلي وعارفهم. لا 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 لا، مش كل الاهالي زي بعض، اسالني انا، مش كل الاهالي زي بعض. وبعدين انتوا مش عندكم اوضه؟ ما تقعدوا في الاوضه وتقفلوا عليكم بابكم ومحدش بقى له دعوه بيكم. ايه بس حضرتك برضو يعني الاوضه الثانيه، افرضي جالنا ضيوف، افرضي لا قدر الله حضرتك جيت لنا مثلا زياره عشان تبيت عندنا ولا حاجه، هنعمل ايه يعني؟ هنبات في الصاله. مين دول اللي هيناموا في الصاله؟ طبعا لا، مامته واخته هو اللي هيناموا في الصاله، وانا وانت اللي هننام في الاوضه. ايه ده ايه ده، صالتي واوضتي انتوا ايه الشنط؟ انتوا هتصيفوا في الشتاء ولا ايه؟ ما هو يا عادل انت عارف ان احنا ورثنا ديون عن المرحوم، وبعدين بقى بصراحه النهارده حجزوا على الشقه. خلاص يا جماعه ما تقلقوش، ايه المشكله؟ هاتوا كل حاجتكم واقعدوا عند عادل طبعا في الشقه. ولا تيك ذيس 10 باوندز. مش عارف اخلص منه. معلش يا عادل، هي كلها اسبوع لحد ما انت تتصرف. اسبوع ايه بس يا حاجه؟ ده حضرتك ده بيتك ومطرحك، يعني تقعدي فيه معززه مكرمه لحد ما تنتقلي الى رحمه الله وبركاته. وليه هو ده؟ اوكي تيك ذيس تيك 10 باوندز. ولا هعمل فيك ايه يا دوله؟ وبعدين خلاص يا دوله، انا خلاص نزلت الشنط والتاكساجي بره، عايز 15 جنيه. انا اسفه يا عادل، انا نسيت الفلوس في ال لا معروفه الفل دي بيتنسي فيها على طول الفلوس. ولا يهمك، خد ادي 5 جنيه والحق الراجل خواجه، خد منه 10 جنيه وحاسب التكساجي بسرعه. عينيا حاضر، اروح احاسبه، هيفرحوا بيكوا قوي قوي، شبه حماتك الناطق الخالق. اهلا. ولا هم ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ سايب شغلك وبتلعب بالبتاع دي ايه؟ انا نفسي يا دوله ادخل معهد الكونفرساتوار. كونفرساتوار؟ ده مش عارف تقول ايه اسمه، هتخشه تعمل فيه ايه بقى المعهد ده؟ نفسي ادخل قسم سفافير. يا رب السفاره تقف في زورك ونخلص منك بقى. ايه دوله بقى؟ وريني كده اعزف تاني. يلا ماشي. فرحت انت صح؟ تعبان بقى يطلع يلوشك على طول، اعمل لي فيها ارفاعي. سايب الشغل ياد وقاعد عمال بتلعب. أيوة. في الصفاره ياد. أيوة هنبتدي بقى، هنبتدي طبعا. فين الشغل ياد؟ ما بتشتغلش ليه؟ ايوه دول، هو فين الشغل؟ انت لسه قايل فين الشغل دلوقتي؟ فين؟ ما فيش زبون دخل لنا النهارده يا دوله. ما هو من خيبتك شوف بقيه البازارات، العيال اللي بيشتغلوا فيها بيصطادوا الزباين من بره، انت قاعد لي ان هو عمال بتلعب لي بالصفاره. فين الشغل ياد؟ يا دوله انا عايزك بس تهدي نفسك كده.
انت واضح ان انت لسه صاحي من النوم يعني بالبيجامه دي. انت بتتكلم على لبسي كمان؟ دي بيجامه؟ لا دي حلوه. ده احدث طقم. اه الو يا تيتي. ايه يا تيتي؟ عايز ايه؟ اه ضربته، انا حر ان انا ضربته. واد قليل الادب بيصطاد الزباين من الشارع اللي كانوا داخلين البازار وبياخدها على البازار عندك، اعمل له ايه؟ ماشي، مفيش تعامل بينا بعد كده يا تيتي. ماشي، ومش عايز منك حاجه. يلا. ايه يا دولا بقى، هدي اعصابك يا عم. انت ايه ده؟ ده تاسع واحد اتخانق معاه النهارده يا رمزي. الظاهر بقى ان رانيا فعلا كان عندها حق. هو بصراحه يعني رانيا عندها حق في كل حاجه. انت يا دولا يعني خلقي وشوكلي وروحك في مراخيرك. مراخيرك ايه بس؟ رانيا عندها حق في حكايه خالتها اللي بتحسد دي. اه بتحسد يعني، يعني عينيها وحشه صح؟ بس مش بتحسد اي كلام، دي محترفه. انت عارف يا دولا، انا كان ليا خاله عامله زيها كده برضو بالظبط. اللي كان بيضايقني في الشارع كنت بجيبها له ترقعه عين تجيبه الارض على طول. ايه ده؟ اخيرا بقالك فايده يا رمزي. طب ما تجيب خالتك دي تحسد خاله رانيا عشان تبطلها حسد بقى خالص. لا يا دولا، ما اصلها اتعمد. ايوه يا دولا، مع ان يا دولا كان عليها جزء عيون، انما ايه، كان نفسي يا دولا يبقى ليا عين زيها كده، بس تقريبا بقى حد حسدها. حد حسدها ولا رمزي؟ يا دولا انا ملاحظ ان انت من ساعه ما جيت تشتغل هنا في البازار، البازار حاله واقف، برغم قبل ما تيجي كان شغال نار. يبقى اكيد اللي حسد البازار هو اللي حسد خالتك. يلا بص يا دولا، انا عندي بقى حل للموضوع ده. انت تروح تجيب لها دجال شاطر علشان يوقف الحسد اللي عمال يتدلدق منها ده. اجيب دجال؟ ما اجيبش واحد حقيقي يعني؟ لا يا دولا، صدقني هو ده اللي هيحل لك المشكله. الو يا رانيا. ها في ايه؟ ايه يا رانيا مالك؟ مالك في ايه بس؟ ايه مال رانيا؟ ماتت؟ ماتت ازاي يا غبي؟ وقفت الفول الكلينيكيه المسحه. ايه يا رانيا؟ ايه الصوت اللي عندك ده؟ التلفزيون فرقع؟ في حد حصل له حاجه؟ حماتي؟ مش اشكال، قصدي يعني يا ومحدش حصل له حاجه تاني. وايه الصوت ده اللي عندك ده تاني؟ طقم الصيني وقع على الارض اتكسر؟ ده ابو 3000 جنيه؟ لا حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. حاضر حاضر حاضر، هتصرف بسرعه. ماشي. ولا رمزي ايه دول؟ انت تعرف فعلا دجال كويس؟ دولا دولا، انا زهقت خلاص. زهقت زهقت. تحب اقوم ارقص لك حضرتك؟ يعني ده اخرك يا دولا؟ يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها لي هنا علشان تسليني؟ اسليك؟ يعني انا سايب بيتي واهلي وبنتي ومراتي عشان انزل اسلي اهلك؟ بقالنا ساعتين قاعدين في الهباب البازار ده، لا شفت لعنه فراعنه ولا شفت زفت. لو سمحت يا دولا، احنا دلوقتي مش في ساعه شغل، يعني مفيش داعي تزعق لي. انا اسف يا حيوان. ايوه كده من غير زعيق. انا داخل بقى الحمام. اتفضل يا حيوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ يا رمزي
يا رمزي انت فين؟ يا دولا ما انا قايل لك انا في الحمام. يا ابني بتهبب ايه في الحمام ده كله؟ يا دولا ما انا لسه ما كملتش ساعتين يا عم. ساعتين ايه؟ تقعد ساعتين في الحمام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي بيحصل ده يا دولا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش انا قلت لك يا دولا احنا هنموت 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 يا دولا؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف دولا، انا عايز اعترف لك بموضوع حاجه بتحصل عادي، الواحد مش ضامن عمره. ايه؟ عايز تعترف بايه؟ ايه؟ ما لا مفيش موضوع دولا، ما يلا نروح احسن. نروح ايه؟ انت كنت بتقول عايز تعترف؟ ايه ده؟ دولا انا عايز اعترف بقى بموضوع اكبر من سلام. ايه اللي حصل؟ دولا انا سرقتك، انا حرامي يا دولا، انا حرامي واستحق الحرق. ده في دي عندك حرق؟ انا سرقتك يا دولا، فاكر يوم ما كان في ضيوف عندك قلت لي روح هات لنا من القهوه حاجه ساقعه وشايه، ورجعت وقلت لك من القهوه قافله؟ ايوه ده كان امبارح يا ابني. يعني انت ايه ده؟ يعني انت حرامي وانا مستحملك الفتره دي كلها وانت حرام؟ واستحملك ليه؟ انت ماسك عليا زله. يلا يا ابني اطلع بره. كانت قافله، كانت قافله. قفلت ايه؟ وايه موضوع سناء؟ ما فيش مين سناء قال الله. ايه موضوع سناء يا دولا؟ ايه ده؟ يلا بينا نمشي. اللي بيحصل يا رب يبقى حلم، يا رب يبقى حلم. رمزي خد تعالى. ايوه بابا. انا عايزك تجهز باسبورك يا رمزي. ليه بابا؟ عشان هتسافر بلاد بره. بلاد بره؟ ايوه بابا، بس انا لو سافرت مش هبقى لوحدي. ايه يا رمزي وانت صغير خايف تركب الطياره؟ لا يا بابا، ما علشان انا مش صغير هتبقى معايا مراتي. ايه؟ مراتك انت اتجوزت يا رمزي؟ ايوه بابا، سناء اختك. انت بتضحك تاني يا جزمه، انا مش قلت لك سناء دي مالكش دعوه بيها؟ ايوه بابا. قلت لك ولا ما قلت لكش؟ انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعامله الزباله دي؟ هو انت مش ابن عم يا بابا؟ لا انا مش ابن عمك، احنا لميناك من الشوارع. يعني اللي بره دي مش مرات عمي؟ ولا اللي بره دي برضك مش بنت عمي؟ لا دي بنت عمك ولا دي مرات عمك، انت قليل فاهم يعني ايه قليل؟ قليل يعني قليط وغبي. قليط فاهم يعني ايه قليط؟ لا يا بابا. قليط شتيمه، اطلع بره. خد يا غبي، بيصوروا بره وقالوا محدش يخرج الا لما نقول اكشن، حصل ولا لا؟ حصل يا بابا، بس انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعامله دي يا بابا؟ عشان انا مش ابوك. امال؟ أنا عماد حمدي وأنت عبد الحليم. أشهر مشهد في السينما إيه اللي حصل فيه؟ لما عماد حمدي ضرب عبد الحليم اللي هو أنا بالقلم. ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. أهلاً أهلاً يا باشمهندس، إيه الأخبار؟ أنا لسه جاي من البيت دلوقتي يا أستاذ عادل وكشفت على التكييف. أخباره إيه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما أنا عارف إن هو بايظ، يعني بايظ من إيه حضرتك؟ نتيجة سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه ساقع، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي، اتفضل. هذه ضحية من ضحايا التكييف بتاعته. اهو اتفضل، له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسود. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟
والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركة عندنا عاملة عروض جديدة، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنة. لا يا دولا دولا اهو يا ابني. يا دولا دولا اوعى تدفع ولا مليم، احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. تعالجك بيها؟ الشركة عندنا عاملة عروض علاج ضد أمراض التكييف وبالتقسيط برضه. والله صعبان عليا يا ابني برضه. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنة. عالجني عادي. عالجك ايه؟ عالجك ايه؟ بيقول لك 50 جنيه في الشهر على 20 سنة، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنة؟ لا حضرتك الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا، هات لنا بقى تكييفين من ابو 19. عالجني يا دولا عالجني. استنى يا ابني اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 نرميه نرميه، روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومة. هتروح مني فين؟ فين؟ وانا بسألك همسكك يعني همسكك. اهدى بس يا دولا انا هفهمك كل حاجة. اهدى بس يا دولا. هتفهمني ايه؟ انا تقول علي ان انا صايع ومش لاقي حتة تقويني وشغال عندك في البازار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشقة بتاعتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ انت تستهبل يالا؟ امك هي اللي قالت الكلام ده. معلش يا دولا معلش. طب انا يعني كنت عايز اطمنها عليا يا دولا، ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش شقة وببيت هنا في البازار يا دولا؟ تقومت قايل لها ان انا اللي صايع ومش لاقي حتة تقويني ياض. معلش يا دولا يعني هي صايع دي هتلزق يا دولا؟ هتلزق سمعتي، هتبقى ايه قدام اهل البازار؟ علشان خاطر يا دولا والنبي، ها علشان خاطر يا دولا خليها تمشي بس وهي مطمنه عليا. يا عم ما تقولهاش على ظروفي، ما تفضحنيش يا دولا. ايوه بس بتعامل الناس اللي في البيت كلها كانهم خدامين عندها. ده انا سامعها وهي بتقول لرانيا، بنت يا رانيا هاتي شويه ميه وتعالى اغسلي رجلي. طب اقول لها بقى تغسل لها كعبها بالكب الحمرا. استهبل يا معلش يا دولا والنبي. دولا يا ابن عمي بص سامحني، ها استحملوها بس اليومين دولت يا دولا، يعني اليومين دولت وانا بكره الصبح يا عم هروح اوديها للدكتور اللي هي عايزه تكشف عنده. دولا قوم يومين بس وهنرجعها البلد تاني. خلاص يا عم انت ايه دخلت على الست دي امي ليه؟ خلاص يا عم خلاص عشان ظروفي بس يا دولا. خلاص بس ما تقولهاش بقى تعاملهم انهم خدامين، تعاملهم بشكل محترم شويه. حاضر يا دولا. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ لا اتكل على الله. دولا انتوا فضيتوا لها اوضه تانية علشان الانارب؟